توب تين فافوريتا باوتن لانس سبير سبريك فورد، أفضل 10 أمثال أجنبية مشهورة. أهلا بيكم في 10 أمثال مشهورة باللغة الهولندية. أول حاجة if wishes were horses beggars would ride، معناها إذا كانت الآمال أو الأحلام أحصنة أو جياد كان الحرامية ريكمة. وطبعا يعني هو اللغة الهولندية لها وضعها ولها تفسيراتها وكلماتها، والناس متعارفة على هذه الأمثلة، وطبعا مش محتاجين أو ما نقدرش بالظبط نترجمها زي ما هم، يعني يكون ليها المثال بالعربي المطابق للمثل الهولندي. في مثل تاني اللي هو بنقول عليه كذب رجلين ملوش رجلين، ليفنس هابن كورتا بينتس، بينتس يعني رجلين، ده معنى المثل. أص ده كاكر كاكر لك أوفر ذا كيب فيل هيرسن موتيا ذا فوس أص بودي جارد انهيري، يعني إذا كان الصرصار عايز يحكم عيشة الفراخ يبقى لازم يجيب إيه الثعلب عشان يحميه، وطبعا الفراخ هتاكل الصراصير الصرصار ده، فلازم يجيب له إيه حارس يكون قوي، ومفيش حارس ليه يكون أفضل من التعب. طبعا المثل ده مثل ظريف قوي وينطبق على أحوال كتيرة في حياة الناس. نمشي شوية عن المثل الثاني. طبعا ده كاكر لك يعني صرصار، وكيب يعني دجاجة، وهيرسن يعني يحكم، موت يعني ماست، هي يعني هو، وده فص الثعلب، بودي جارد احنا عارفينه، انهيرن يعني يأجره.